حول الموضوع معنا من بيروت الدكتور فادي فرحات، أخصائي أمراض الدم والسرطان ورئيس الجمعية اللبنانية للتورم الخبيث. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. البكتيريا المعوية المفيدة تساعد في علاج السرطان، كيف ذلك؟ يعني خاصة ونحن نسمع بأنه البكتيريا المعوية ربما تكون بداية سرطان إذا ما كان هناك تقرحات وما إلى ذلك، كيف تشرح لنا ذلك؟ مساء الخير. أولا الفكرة لازم تكون واضحة، ليس جميع البكتيريا متساوية في الجسم. نحن بجسمنا نملك البكتيريا الجيدة التي تحمي الجسم، ويمكن أنه يجي بكتيريا سيئة وتأذينا، بس نحن جسمنا بحاجة للبكتيريا. فنحن لما بناخذ علاجات مضادات حيوية بتأثر جسمنا بشكل سلبي، وطبيعي كلنا بنعرف انه الاشخاص اللي بياخذوا او الاطفال اللي بياخذوا انتي بايوتكس مضادات حيويه بكثره ممكن يعملوا اسهال، يعملوا مشاكل بالجهاز الهضمي. صحيح، هذا امر مثبت. بنفس الوقت في جراثيم وفيروسز وبارازايتس، يعني بكتيريا وفيروس وطفيليات ممكن يسببوا اورام ويسببوا بعض الامراض. نعرف مثلا بعض امراض الروماتيزم بسببها بعض الحالات الجرثومية، ونعرف أنه بعض الجرثومات اللي بالمعدة بسبب سرطان المعدة. فإذا هالتوازن بين البكتيريا الحميدة أو اللي بتحمينا مع البكتيريا الخبيثة دائما موجود. لما بيختل التوازن، بس يختل التوازن بصير في مشكلة. الدراسة اللي حضرتك عم تتفضلي عنها واللي هي دراسة أنا بعتبرها عادية، يعني تعطي بعض بتوضح لنا نوعا ما بعض نقاط الاستفهام، بس ما بتحل مسألة السرطان. هذه الدراسة بتقول أنه المرضى اللي بيخضعوا للعلاج المناعي ضد الـ PD-L1 أو الـ PD-1 إذا كانت البكتيريا الحميدة عندهم قليلة ممكن يعطوا نتائج أقل. يعني أثبتوا أنه المرضى اللي بيخضعوا للعلاج المناعي اللي هو الـ PD-L1 أنتي PD-L1 أنتي PD-1 إذا أخضعوا لعلاج المضادات الحيوية قبل البدء بهي العلاج نتائجهم بتكون أقل. ليش؟ لأنه المضاد الحيوي بيعمل انخفاض بنسبة البكتيريا الحميدة، ويبدو هول الناس بتأثروا بشكل أكبر أقل بالعلاج الأنتي PD-L1 العلاج المناعي. طيب من أين تأتي البكتيريا المعوية المفيدة، وكيف يمكن ربما التمييز ما بينها؟ هذه البكتيريا موجودة بجسمنا، من لما بنخلق هذه البكتيريا موجودة عنا وهي جزء مننا موجودة. ولما كلنا بنعرف انه اذا الشخص اخذ كثير انتي بايوتكس مضادات حيوية هو بحاجة ليأخذ بروبيوتكس ليرجع يعيد هذه الجرثومة لجسمه، وهذه موجودة مثلا بالاكل، موجود بمشتق باللبن نفسه. اللبن احد المأكولات المهمة يأخذها الانسان، لانه أو اليوغورت، صح؟ هناك بعض أنواع اليوغورت فيها البروبيوتيك. هيك ما بعرف، فاقد الشاء لا يعطيه. أنا ما بحكي بمسألة اليوغا، ما بعرف فيها، بس لا عم نحكي في ناس بياخذوا هذه الجرثومة عن طريق الأدوية، يعني بياخذوها بشكل حبوب. فالفكرة الأساسية إنه هذه الجرثومة موجودة وبترافقنا كل حياتنا وهي جزء منها. يعني عن طريق دواء، عن طريق حبوب دكتور، ليس عن طريق بعض الأطعمة. ما هي الأطعمة أو اليوغورت، يعني اللبن اليوغورت، أو في بعض الأدوية البروبيوتيك بيسموهم البروبيوتيك موجودين بالصيدليات وبيعطوا للمرضى اللي بيعانوا من مشكلة من هالنوع. إذا كان عندهم إسهال مزمن، مشاكل بالجهاز الهضمي بسبب كثرة الأنتيبيوتيك بيفيدوا. الفكرة الأساسية نحن لازم نقول إنه هذه الدراسة ما خلقت يعني انتفاضة أو شيء جديد جدا بعالم العلاج. هذه ضوء أعطت الضوء على نقطة بسيطة، أنه يجب الانتباه أنه اللي بيأخذ العلاج المناعي لا يجب أن يأخذ مضادات حيوية قبل. وطبعا متى ما فهمنا، عندما سنفهم ماهية هالأمر، على الأرجح أنه هيدا يدلنا على تحسين العلاج. هلأ السؤال بينطرح أنه هل المريض اللي عم يأخذ مضادات حيوية، عفوا المريض عم يأخذ العلاج المناعي، الأفضل نعطيه بروبيوتكس، الأفضل نقويله الجرثومة الحميدة؟ على الأرجح نعم، بعد شوي بكير لحتى ناخذ خلاصه. نعم دكتور فادي، كونكلوجن بهذا الموضوع. نعم. شكرا لك، اشكرك جزيلا. دكتور فادي فرحات، اخصائي امراض الدم والسرطان ورئيس الجمعيه اللبنانيه للتورم الخبيث.